عربي هتساوي لي L sin theta على R L cosine theta. هذا من الرسم أمامكم من المعلومات اللي استقيناها قبل شوية. ونعوضها بالمعادلة. Substituting in this equation 28 we have. راح نلاحظ أنه بالمعادلة الأولى اللي هي psi تساوي limit L إلى تقترب من الصفر الكابا constant minus limit على 2 pi على R L cosine theta. بالحد عندي بالليمدة في L عفوا شباب بالمعادلة الثانية اللي أمامكم حتكون عندي حتى حافظ على قيمة كونستانت ويبقى عندي التغيرات بس في الثيتا. المعادلة عندي قيمة L تصير صفر فالحد اللي هو L كوساين ثيتا راح يكون عندي صفر. يكون عندي قيمة بساي تساوي لي معادلة 29 ماينس كابا على 2 باي ساين ثيتا. هذه هي حصلت الستريم فانكشن اللي توصف لي الجريان الناتج من عملية دمج مع السنك في نقطة واحدة واللي نسميه بالدبلت. اكو سؤال لنا شباب؟ الفيلوسيتي فيلوسيتي بوتنشال لهذا الجريان الدبلت اللي هو الستريم فانكشن طلعناها معادله رقم 29 راح نوصف الان راح تكون فاي تساوي لي كابا على 2 باي كوساين ثيتا على ار. وبهيك حال انا حصلت الستريم فانكشن وايضا حصلت على الفيلوسيتي بوتنشال وبالتاكيد بهيك حال اقدر احصل على الفيلوسيتي سواء من معادله البساي او من معادله الستريم فانكشن او معادله الفيلوسيتي بوتنشال. مات الدبلت اذا بدي احصل على قيمه ستريم لاين ستريم لاين لاي نقطه من نقاط الجريان. محمد سرمد شلون اقدر احصل الستريم لاينز لهذا النوع من الجريان؟ والله استاذ انا بالمحاضرات اللي راحت ما كنت حاضر يعني فمو كلش محمد سرمد حاول تقرا المحاضرات حاول تتواصل ويا المحاضرات. انا دا احملكم المحاضرات ايضا اونلاين رجاء نقراها. الماده راح تتراكم عليك وماده الديناميك مو ماده سهله ان شاء الله احملها. مع الاسف راح تكون درجاتك مو زينه ما تحصل درجات جيده وراح تنزل مستوى معدلك العام ان شاء الله. راجع من يجاوبني على السؤال صار من الكويجن رقم 29 الكويجن رقم 29 تطلع لنا السرعة على يعني راح نقول البساي هي تساوي كونستانت. من نقول انه البساي تساوي كونستانت يعني شنو؟ شنو معناها؟ من يفسر لي اياها؟ من اقول البساي تساوي كونستانت مشتقة الصقر. لا واحد منكم يجاوب. شات مشتقتها صفر. لا هو صح مشتق صفر بس مو هذا المقصود. بعد سلمو يعني هاي الابسايت توصف لي الستريم لاينز مجموعه من فانا حتى انا حلق الستريم لاين معين الواحد من عندنا سوي الكونستنت واطلع من عند يعني مثل ما قلنا. شكرا مصطفى. مثل ما قلنا مثل من الستريم لاينز توصف فلو معين اعطيها اي قيمه كونستنت كل قيمه كونستنت اعطيها لبساي واحل اعطي قيم للثيتا واثبت الار واخلي الار عفوا كمتغير يعني كانه شلون قاعد اعطي الثيتا اعتبرها اكس والار اعطي واي قيمه الواي رسم هذه النقاط حاطين ستريم لاين واحد. من اثبت اقول البساي هي قيمتها كونستنت انا كانه قاعد اخذ معادله ستريم لاين خط واحد فقط في هذا الجريان. الجريان اعطي قيم مختلفه للبساي وفي كل مره ارسم المعادلات المتولده عندي حيطلع عندي شكل الجريان. مثل ما قلنا اخذنا البساي حطينا قيمه كونستانت من هذا الكونستانت قدرنا انه نرسم شكله شكل الجريان امامكم. عندي جريان هذا الرسم بهاي الحاله عندنا من النقطه المركزيه بدأت تجي الى اليسار هذا الماء عنده يظهر يدور في ستريم لاينز ويعود الى نفس النقطه
المركزية من خلال نقطة السينك. في حالة هو عملية أنه الجريان قاعد يظهر من جانب ودي يختفي بالجانب الآخر، فتكون بشكل كأنه دوامات منبثقة من لا بس نقطة. سؤال، هذا الشكل ما ستريم لاينز اذا ما ضفنا اليونيفورم فلو. هذا إذا مضت، نعم هذا بس فقط، هذا يسمونه تمام دبلت فلو بدون تمام بدون اليونيفورم فلو. أحسنت. فمثلا ما نشوف، نلاحظ نقطة هنا تلاحظون بالرسم اكو عندنا التعبير كي على 2 باي سي، مثل لي كأنه نصف نصف قطر لدائرة مركزها هو الدبلت بها او اي نقطة بها راح تمثل لي مع تغير السي، كل ما راح اغير السي نصف قطر من المركز الى واحد من هذه الدوائر الاكسنتريك اللي هي غير مركزيه مترابطه واحده من النقطه مع الاخرى من خلال نقطه محيطيه. نركز على هذا بد معادلات راح تشوفها مستقبلا. بالتعبير لما نقول نقول ار الكي على الكابا على 2 باي سي هو يعطيني نصف قطر ولكن لدوائر غير مركزيه. ممكن باللون الازرق دي يمثل لي قيم مختلفه للبساي سي 1 سي 2 سي 3 اللي هي عباره عن كل واحده من هي ستريم لاين، والنقاط الداش باللون الاحمر اللي تمثل لي الفاي تكون خطوطها متعامده. لما انا عندي السورس والسينك اثنيناتهم قيمتهم متساويه متساويه الصفر لما المسافه اصبحت ال صفر. ما قلنا احنا صفر، قلنا تقريبا تساوي صفر. صفر صارت صفر اخر شيء قلنا الليمت صار صفر، ده طلعت المعادله. يعني شلون سويت ليمت ليمت تقترب من صفر ولما تصير صفر صفر اقدر اقول انه عندي دبلت. المفروض هو فكرة هو هذا انه تقريبا هي يعني تساوي صفر. بعد شباب كاركم استاذ، هو يعني اذا صار صفر او اثنينات السورس السينك نفس المكان، شو الفرق عن الاوريجن؟ لا هو اثنيناتهم جمعان بالاوريجن، احنا جمعناها اثنيناتهم بالاوريجن. اي تمام، يعني بعد هذا انه الحد ليش من الصفر؟ اوكي احنا ايش قلنا بالشرط من الصفر على ان يبقى القيمه حاصل ضرب ال المسافه مع قيمه اللمده هي تكون دائما ثابته، فلما ال راح تقترب من الصفر قيمه اللمده شو راح تصير بيها؟ تصير معاكسه لها. اوكي بس بالسنتر لما صارت المسافه ال صفر اصبح قيمه اللمده هي انفينيتي للسورس وماينس انفينيتي للسينك. انفينيتي ماينس انفينيتي صفر. استاذ النور شلون صفر؟ بالضبط النون. ايش؟ لان الانفينيتي هو اي رقم والماينس انفينيتي هو اي رقم، كلش كبير بس مو شرط بتساوي. بس مال الرياضيات من تروح من انفينيتي ماينس انفينيتي هو انديفينيت رقم غير معرف. رياضيا ما تقدر تقول على انفينيتي ناقص انفينيتي صفر. اوكي؟ بس ديسكشن بس شويه بامبنج البلود دماغكم شويه حتى يشتغل من الصبح. خافوا تعرضوا هذا السؤال، واحد يقول اوكي احنا اثنيناتنا ليش مو واحد يلغي الثاني؟ بسبب انه احنا الشرط خليناه اساسا انه قيمه اللمده راح ترتفع بحيث انه ال L اصبحت صفر، فعندي اللمده راح تصير انفينيتي وانفينيتي ماينس انفينيتي هو انديفينيت. هسه راح ناخذ حاله واحده من التطبيقات اللي نستخدمها ما يخص الدبلت. بالمناسبه الطرق اللي سابقه رويتكم اياها من شنو نحصل على توزيع الرفع بالبشر ديستريبيوشن والفلوسيتي ديستريبيوشن على الايروفويلز، نستخدم كومبينيشن من سورس او سينك ما نعرف شنو قيمته في نقاط نوزعها على الكورد لاين او على السيرفس مالت الايروفويل. النقطه نضيف دبلت، فنحاول انه نخلي السورس هو يمثل لي ياخذ التمثيل
تمثيل لسمك الجسم، نخليه يتحمل او ياخذ الجزء الخاص بالفيلوسيتي. هذه العمليه الكومبينيشن بالبوتنشال فلو ثيوري حل، وتعطيني نتائج ادق مما اخذ السورس بواحد او اخذ الدبلت واحد. خلوا هذه المعلومه ببالكم، مستقبلا راح نحتاجها ومستقبلا ممكن تواجهوها. الطرق بالحل الكومبيتيشن نتوزع مجموعه من الالمنتري فلوز، ناخذ السورس نخليه هو يتحمل سمك الجسم الوول، دبلت نخليه هو يتحمل يعني يمثل لي التوزيع السرعه على الجسم، هذا يعطيني دقه للنتائج اكثر. هسه راح ناخذ ما يسمى بالنون ليفتنج فلو اوفر سيركلر سلندر. سلندر ويدي نمثل نشوف شنو ممكن انه نستخدم الالمنتري فلوز الموجوده حتى نقدر نمثلها ونمثل نون ليفتنج فلو اوف سيركلر سلندر. سيستم دائري اسطوانه اوكي، ونخلي عليها الجريان بالشكل امامكم عندنا يونيفورم فلو، وراح نستخدم هنا اسطوانه راح نشوف شلون الستريم فانكشن لعبنا. موضوع انه النون ليفتنج فلو او الفلو على السيركلر سلندر واحد يعتبر من الكلاسيكال بروبلمز بالايروداينامكس، المهندسين دائما يتنافسون على انه شلون يجدون طريقه لحلها اقرب حل ممكن سواء رياضي او عملي لوصف الجريان على الاسطوانه، باعتبار هو بيسك شيب ممكن يواجهنا في مجالات متعدده او في غير مجالات. فمثل ما قلنا consider addition of uniform flow with velocity v infinity كما برسم امامكم، doublet of strength kappa as shown in the figure. مثل ما قلنا stream functions حسب اللابلاس equations احنا نقدر نجمعهم، الساي حتمثل لي ال v infinity r sin theta، الجزء الاول من stream function حتمثل لي uniform flow على 2 باي ساين ثيتا ار اللي راح يمثل الدبلت فانكشن الستريم فانكشن للدبلت. المعادله باخذ المتشابهات راح يكون عندي انفينيتي ار ساين ثيتا في 1 ناقصا كابا على 2 باي في انفينيتي ار سكوير. سكوير هنا عرفنا في الترم عرفنا ار سكوير، هذه عفوا هذه مو اثنين هذه ار سكوير اي على 2 باي في انفينيتي، يعني اخذنا الكابا الحد اللي موجود عندي كابا على 2 باي في انفينيتي عرفته ب ار كابيتال سكوير. هذا عندي 31 ساي تساوي لفي انفينيتي ار ساين ثيتا في 1 ناقصا ار سكوير كابيتال ار سكوير ار سكوير، ناتج الجمع من الجريانين يونيفورم فلو والدبلت فلو راح يتكون عندي، والجريان اللي على اليمين امامكم اللي هو انا اقدر امثله بجريان اسطوانه. بس ايش راح نحتاج ان نحتسب؟ نحتسب الديفايدنج ستريم لاين او الستريم لاين اللي يكون يمثل لي الوول لهذه الاسطوانه. اول شيء ناخذ الفيلوسيتي، نحتسب الفيلوسيتيز obtained by differential equation 31. عندي المعادله رقم 31 راح اشتقها حتى اوجد قيمه ال في ار وال في ثيتا. مثل ما تلاحظون بدنا نستخدم البولر كوردينيتس، حنقدر نقول انه ال في ار بعد اشتغال المعادله حتساوي لي 1 ناقص ار سكوير ار كابيتال سكوير على ار سمول سكوير في انفينيتي كوساين ثيتا، هي المعادله رقم 32. ثيتا راح تساوي عندي ماينس 1 زائد ار سكوير على ار سمول سكوير ساين ثيتا اللي هي معادله 33. قيمه الفي ار والفي ثيتا اللي راح تمثل اللي هي السرعه في اي نقطه على هذا الجريان اللي امامكم اللي هو يمثل لي زائدا دبلت فلو. الان اذا اريد القى قيمه الوول الستريم لاين الديفايدنج ستريم لاين، نقول هذا الوول اللي هو عند النقطة ايش يصير بها؟
ناخذ تساوي نلقى قيمة الاستاجنيشن بوينت. اوكي to locate the stagnation point equation 33 equal to 0. من المعادلتين امامكم راح اصير عندي معادله ال VR راح تساوي صفر وال VT راح تساوي صفر. نريد نلقى الاستاجنيشن بوينت في اي جريان راح نجمعه. دائما نبحث عن الاستاجنيشن بوينت. بوينت نقدر نلقى الديفايدنج ستريم لاين او الوول ستريم لاين. يوصف لي الوول الجدار اللي ممكن اقول هذا ذا الحد لاين ما عندي جريان ليدخل الى خارجه او داخله فدي يصبح انه وول. من القى الوول فراح اقدر اقول انه خارج هذا الوول هاي الدائره اللي تشوفوها باللون الطوخ اقدر اقول كل الجريان هو تابع لليونيفورم فلو وداخلها وكل الجريان تابع للدبل 33. نحل ار والثيتا stagnation points solving the above equation عندي معادلتين بمجهولي عندي النقطة B والنقطة A اللي هي على اليمين. نهاية عندي حتكون لهم قيم حتساوي قيمة الـ R والثيتا ما راح تكون قيمتها صفر راح تكون درس راح تكون واحدة على اليسار واحدة على اليمين واحدة قيمتها 180 والأخرى تكون قيمة الثيتا بها 180 أو الباي. طقتين قيمة الـ R small راح تساوي لي قيمة الـ R. The equation of the streamline passes through the stagnation point is obtained by inserting coordinates of B into equation 31 for R تساوي R capital and theta تساوي لي قيمة الـ pi. عندنا قيمة الـ stagnation point ناخذ الـ coordinates مالتها نعوضها بالمعادلة 31 نعودها على قيمة الـ psi. ايش قد قيمة الـ psi أو الـ constant الخاص بالـ streamline اللي يمثل لي الـ wall؟ قيمة بساي أصبحت قيمتها صفر. Similarly, inserting the coordinates of point A into equation 30 عوضنا بقيمة B وقيمة الـ A حصلنا قيمة بساي. طلعتنا من الحالتين قيمة بساي هي شقد؟ يعني shifting معناها أنه عندي قيمة بالمعادلة قيمة بالمعادلة 31 معادلة الستريم فانكشن حصلت على بساعة قيمة الصفر ومن عوضة بالاي ايضا بالستريم لاين بالستريم 31 معناها رقم 31 صفر يعني انه الاي والبي اثنيناتهم صارت على نفس النقطة نفس اللاين نفس الستريم لاين. استاذ احنا مو اثنين نقط يعني احنا مو صفرنا البساي بالبداية حتى طبعًا. نحصل عليه ليش رجعنا عوضنا السرعة صفرنا السرعة لا 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 صفرنا طبعًا. السرعة ما صفرنا البساي صفرنا السرعة حصلنا استاجنيشن بوينت مالتنا مالت هاي استاجنيشن بوينت ايش قد عوضناها بالستريم فانكشن حصلنا قيمه الستريم فانكشن قيمه الديفايدنج لاين للستريم فانكشن ناقص اوكي ما صفرنا نفسها طيب اوكي hence the streamline goes through both stagnation over streamline from equation 31 is اللي لو لاحظ من البولر كو هذا الاخير المؤطرة عندكم بالمستطيل الاحمر اللي هي في انفينيتي ار ساين ثيتا اللي هو كونستنت عندي الفي انفينيتي والار ساين ثيتا هو متغير واحد ناقص ار سكوير على ار سكوير الار سكوير الكابيتال هي كونستنت ايضا هذه هي معادلة دائرة equation of a circle with radius r اوكي هذا يتطابق ويا عندي حتكون عندي هذه عبارة دوائر اكسنتريك وفي كل واحدة من ضمن الدوائر راح تكون ار بالمقدار اللي هو كي على سي اللي احنا نانا عوضنا ايضا دخلنا قيمة التعويض
اخذنا قيمه الكي 2 باي على في انفينيتي، لان في انفينيتي يعني قيمته ثابته كونستنت. الان احنا ناخذ انه نريد نريد السرعه على المحيط، اوكي؟ لاين اللي يوصف لي الوول، فقلنا هذا الوول اقدر انا امثله بهيجي حاله ب اسطوانه سوليد، عندي اسطوانه وقطر هذه الاسطوانه هو الكابيتال ار اللي هو مثل ما عرفناه سابقا من المعادله هذا كي كابا في في انفينيتي، اوكي؟ فاصبح عندي هذا الار المعادله التاليه امامكم واستخدمناها بالاسطوانه، فاصبحت هذا قطر نصف قطر الاسطوانه اللي قاعد نمثلها بالجريان اللي موجود امامنا. Now we calculate the velocity over the perimeter of the cylinder من الايكويشن 32 و33. قيمه الار سمول بقيمه الار احصل على التالي، اريد على البارامتر على المحيط. احصل عندي صفر في ار صفر. ليش لازم الفي ار قيمتها تكون صفر؟ لان قلنا ستاجنيشن. قلنا هذا الديفايدنج ستريم لاين او هذا وول فالجريان عمودي عليه قيمته صفر. والفي والار الفي ار حتكون عموديه على هذا الستريم لاين. فانا لازم صحيح لازم تكون قيمه الفي ار قيمتها صفر. انت راح تكون عندي بها قيمتها اللي بس التانجنشال فيلوسيتي. فقط التانجنشال فيلوسيتي على البارامتر راح تكون لها قيمه موجوده اللي هي في ثيتا تساوي لي ماينس 2 ساين ثيتا. اوكي؟ الساين ثيتا تذبذب القيمه مالته تغير الزاويه من صفر الى ايش قد؟ الى واحد. قيمته مينيمم فاليو صفر قد واحد. فبهذه الحاله اقدر اني من المعادله امامي في ثيتا اقدر احتسب الماكسيمم فاليو تانجنشال فيلوسيتي في ثيتا على البارامتر اللي راح تكون قيمتها ماينس 2 في انفينيتي. كم بالرسم لما تكون عندي الزاويه 90 40 او ناقص 90 باي على 2 او حتكون عندي حتكون عندي 3 باي على 2 فراح تكون عندي في حاله ايش قد؟ قيمه الفي انفينيتي السرعه حتكون 2 في انفينيتي سرعه اليونيفورم فلو from which we get the maximum velocity of the surface of the cylinder v تساوي لي v theta وتساوي minus 2 v. واضحه السرعه الشباب شلون حسبناها؟ تمام استاذ. سوري انا لا تعيد الفقره الاخيره. تمام ماشي. هذا الجريان نقدر نمثله بما انه عندي الار المحيط اللي موجود عندي من خلال هذه المعادله الار سكوير يساوي لي كابا على 2 باي في انفينيتي، يعني الار راح يكون جذر كابا على 2 باي فهو ثابت. ومن خلال اشتقاق المعادلات شفنا انه هذا الار كابيتال يمثل لي هو اوكي لي اسطوانه ستاجنيشن بوينتس، وجدنا الديفايدنج ستريم لاين، وجدنا قيمته قيمة بساي اللي حتعطيني ستريم لاين فانكشن الديفايدنج وول او الديفايدنج ستريم لاين او للوول للجدار لهذا الشكل اللي موجود ساي صفر. من المعادلة امامكم بالمستطيل لبساي حتساوي لي في انفينيتي ار واحد ناقصا ار كابيتال سكوير على ار سمول سكوير. هذه معادله بالباور كودين هي معادله دائره. قيمه الراديوس مالتها هو الار كابيتال. اوكي؟ سين طيران. حصلنا على شكل الجريان.
منه حتى نحتسب stagnation points حتى نحددها لين تأثيراتها علينا. velocity distribution ومن عندنا نحتسب pressure distribution سين طيران. هاي معلومات موجودة عندنا حتى نقدر على أساس نوجد بقية المتغيرات. طبعا إضافة للشير ستريس هنا الشير احنا ما عندنا لأنه هذا potential flow invisible ملغية، فبس عندي البريشر. من عندي البريشر راح اقدر اطلع اللفت والدراج. اني حصلت المعادلات اللي تحكم الستريم لاين، الراديوس مالت الدائره الاسطوانه، وهذه الاسطوانه انه اقدر اقول انه هذه الاسطوانه الجريان ما يطلع خارجها ولا يدخل الها، فهذا الجدار طلع جدار. اوكي جسم سوليد. اوكي velocity على البارامتر، يعني بالمعادلة 32 المعادلة 33 معادلة 32 والمعادلة 33 قيمة R small أعوض قيمتها هي مساوية تساوي لي R capital. معادلة رقم 32 حيصير 1 ناقصا 1 R square، واحد ناقص واحد يساوي ايش قد؟ صفر. اصبحت قيمه الفي ار من المعادله 32 جد قيمتها؟ صفر. يعني اي فيلوسيتي عموديه على الدائره في نصف قطرها هو ار كابيتال قيمتها صفر، لانه قلنا اساسا هو الجريان هنا انا ما عندي عمودي على هذا الستريم لاين، هذا وول افترضناها ويا النتائج اللي حصلتها هسه تتطابق، ال في ار تصبح صفر في هذا لما نقول ال ار سمول يساوي ال ار كابيتال. اللون السوليد هذا الجدار السوليد اللي باللون البولد. اوكي ثيتا راح تصير عندي ناقص واحد زائدا ار كابيتال سكوير على الار، والار عوضتها ايضا بقيمه الار كابيتال، فراح تصير واحد زائد واحد في انفينيتي ساين ثيتا قيمه الفيلوسيتيز على هذا البارامتر اللي امامكم اللي باللون الازرق على الخط خارجي صفر. صحيح ماكو جريان عمودي عليه. التانجنشال فيلوسيتي اللي هي في ثيتا 2 في انفينيتي ساين ثيتا، عوضت بقيمه الار سمول الار كابيتال بقيمه الار بالمعادله رقم 32 و33 الفيلوسيتي العموديه والتانجنشال على هذا الجدار. هسه عرفنا شلون حصلنا الفيلوسيتي؟ واضح هسه تمام. هسه اريد اعرف قيمه الماكسيمم فيلوسيتي. تفضل. ثيتا السالب تمثل اشاره الاتجاه ال يعني هي سالب كونفنشن من الثيتا. من الثيتا نعم صحيح. هي بالاشتقاق مال المعادله انه تصير ماينس بالكونفنشن مال الثيتا ترجع للمعادلات الاوليه. اوكي من هنا عندك الماينس واضح من البساي من الدلتا ثيتا عندك اساسا. اوكي السابقه المحاضرات السابقه ايضا قعدنا نفس بالرانكن اوفر بسبب الكونفنشن اي بالعكس. تمام المفروض نلقى قيمة الماكس. عندي اسطوانة بوينتس عليها، الاسطوانة اللي هي لونها باللون السماوي امامكم قطرها ار، والار هو راح يمثل لي الجذر كابا على 2 باي في انفينيتي. قيمة الار انا اقدر احسبها موجودة عندي، بما انه هو اذا الار اني منطيها عندي اسطوانة مثلا قطرها متر خلينا نقول، فبهيك حالة أنا أقدر إذا عندي قيمة الجريان كابا
ممكن لو لا؟ أعيد السؤال. أستاذ هي مو ثوابت؟ عندي مو كلها ثوابت؟ اسطوانة، عندي اسطوانة، اسطوانة هسه أنا عندي اسطوانة قطرها متر، خلينا نقول أوكي. كابا قيمة الدبلت اللي ممكن تمثل لي هذا الشكل، إيه أرجع على تعريف الآر. الآر راح تسوي لي جذر كابا على 2 باي في انفينيتي. إذا عرفت الفي انفينيتي، خلينا نقول 1 متر بالثانية، 5 متر بالثانية، 10 متر بالثانية، في كل مرة راح أقدر أطلع قيمة الدبلت نهاية المعادلة. الكابا راح تمثل لي قيمة الدبلت. عليكم اخر. From which we get the maximum velocity of the surface of the cylinder. V تساوي لي V infinity، V theta تساوي لي نصف V infinity، عفوا ناقصا 2 V infinity. قيمة الماكسيموم فيلوسيتي أحمد، أحمد عادل. الزاوية 90. تمام، الساين ثيتا، الساين ثيتا بي يعني الفاليوز تتغير من صفر إلى الواحد. زاوية مينيموم فاليو عندي صفر، اللي هي لما الزاوية ثيتا صفر، واحد لما تكون عندي الزاوية ثيتا أما 90 أو 270. طبعا عندي في من عندها من اعوض بهذا القيم، اذا عندي في ثيتا راح تكون لها قيمتين، هي 2 في انفينيتي، يعني الفي ثيتا تانجنشال فيلوسيتي بالنقطتين 90 و 270 قيمه الفيلوسيتي ماكسيمم حتكون ضعف سرعه اليونيفورم فلو. من هذه من هنا حصلت الفيلوسيتي، تفضل. تمام استاذ. اوكي، من حصلت قيمه الفيلوسيتي انا اقدر احسب البريشر السي بي، اقدر احسب البريشر ديستريبيوشن. بريشر كوفيشنت كان بي اكسبريس ان تيرمز اوف فيلوسيتي از البريشر يساوي لي واحد ناقص الفي فيلوسيتي على V infinity الكل سكوير. تعبير برنولي equation في حالة انه يكون عندي يعني عندي incompressible الروتيشنال فلو انفيزيت، اوكي؟ فاقدر اعبر عن ال CP بهذا المقدار، بدل ما استخدم قيم البريشر اعوضها مباشرة بقيم الفيلوسيتي. يساوي واحد ناقص V على V infinity الكل سكوير. ال velocity V ايش قد راح تكون قيمة ال V بهذه المعادلة؟ حتكون ضعف اي ال V theta. اقدر احتسب ال V ولا V R صفر عندي، بس عندي ال V theta اقدر احتسبها، اقدر اطلع تحت معادلة الجذر. منها. أحسن. جذر من جبت ابني؟ استاذ هو متجه والفي لازم تحت الجذر، صحيح، في ثيتا في ار. احسنت احسنت صحيح. واحد ناقص 4 ساين سكوير ساين سكوير ثيتا حيطلع لي هذا التوزيع بريشر ديستريبيوشن على الاسطوانه. ديستريبيوشن من خلال المعادلة أقدر نقطة البارامتر محيط هاي أقدر أحسب ضغط، أقدر أحسب قيمة الضغط. الفيلوسيتي موجودة عندي بكل النقاط على الأسطوانة، وأنا أقدر أحسبها مجرد أن أغير الزاوية، زاوية مختلفة راح يكون عندي طبعا هسه على الشكل اللي بالاسفل. اوكي، هنشوف انه قيمه السي بي راح تتغير من قيمه واحد اللي هي عند النقاط 0 و 80 اللي هي ستاجنيشن بوينتس. احنا قلنا نقطه صفر النقطه اللي يكون ثيتا بها صفر بها قيمتها 180، دي قيمه الفيلوسيتي صفر
يعني الستاجنيشن بوينت بهيك حاله قيمه السي بي من هاي المعادله صفر على في انفينيتي، يعني سي بي قيمته جت نقاط في النقطه ثيتا صفر 108. الماكسيمم فاليو او الفاريشن كوفيشنت راح تكون عند يا نقاط عند ال 270 لما تكون عند الفيلوسيتي هي ماكسيمم عند قيمتها ناقص 3. لما كان عندي فيلوسيتي قيمة السي بي أصبحت ناقص 3 اللي هي ماكسيمم فاريشن عن قيمة البريشر، اوكي، واللي راح تكون عندي من نقطتين عند ال 90 لما تكون عندي زاوية عندي 270. ديستريبيوشن إذا تشوفون على الشكل بالأسفل مين على اليمين half of cylinder نشوفون توزيع البريشر توزيع ساين ويف لكن شفتت صار اللي مكتوب بالbottom half of cylinder حيكون ايضا عبارة عن لكن شفتت على الاكس اكسس. نلاحظ هنا انه الجزئين متساويات، يعني البريشر ديستريبيوشن الاسطوانه مقابل البريشر ديستريبيوشن للجزء السفلي من الاسطوانه، عشان البريشر على الجزئين راح تطلع قيمه نسميها صفر صفر، يعني الليفت صفر ماكو ليفت. احسن، فقيمه الليفت على الاسطوانه اذا قلنا اللون ليفتنج فلو اوفر سيركل سلندر هذه حاله تكون عندي قيمتها صفر نتيجة توزيع البريشر متساوي أعلى وأسفل الأسطوانة. للبريشر بوزيتيف فاليو هي عند الستاجنيشن بوينت زاوية صفر و 180، وعندي الماكسيموم فاليو أو النيجاتيف فاليو عندي هنا راح تكون ناقص 3، بريشر حتكون عند الزاوية 90 و 270 ماكسيمم فاليو للفيلوسيتي. عندي الفيلوسيتي تقل عندي صفر، كل الطاقه اصبحت بالماكسيمم، قيمه البريشر تصبح اقل ما يكون والقيمه المتبقيه كلها تكون بالفيلوسيتي. من ملاحظ بالرسم بالاعلى توزيع البريشر نصف الاسطوانه سواء سطح علوي او سطح سفلي لان هو متناظر مثل ما شفنا بالرسم الاسفل. باللون الازرق يمثل لي الحل للمعادله، يعني الرسم للمعادله سي بي تساوي 1 ناقص 4 ساين سكوير ثيتا، معادله رقم 34 اللي هي الثيوريتيكال. الاحمر يمثل لي الاكسبيرمنتال النتائج العمليه لنفس الحاله للاسطوانه. ثيوريتيكلي بما انه الشيء متساوي قلنا اللفت صفر، بما انه اللفت ديستريبيوشن عفوا البريشر ديستريبيوشن متساوي على كل اسطح الاسطوانه على الجزء الامامي من عندها والخلفي من عندها تقدرون ترجعون بالاسفل رير هالف اوف سلندر بالاسفل مكتوب سلندر حتشوفون ايضا البريشر ديستريبيوشن متساوي بين من الاسطوانه مع الجزء الخلفي من الاسطوانه، يعني ثيوريتيكلي اصبحت قيمته صفر، يعني ما عندي لفت وما عندي دراج. طبعا انه دراج ما عندي هو اصبح النقطه الفارقه بين الثيوريتيكال انتل ريزلتس للاسطوانه واللي تشوفوها بالرسم. اذا تخلي اسطوانه في تيار ماء او هواء دائما راح يكون ممكن، بس دائما راح يكون بها دراج.
فصار عندي فرق بين الثيوريتيكال سايد اللي اعتمدناه باستخدام الدبلت ويونيفورم فلو وبين الاكسبيرمنتال سايد، بالفرق بين الخط باللون الاحمر رسم امامه. هذا تمثيل اخر، عندي بوتنشال فلو، تشوفون توزيع ماتسل جهات وايضا الضغوط اللي هي بالكونتورز الموجوده كلها متساويه. ناخذ ما يسمى بالفيسكوس فلو، تلاحظون انه رغم انه الزاويه صفر حاضره، لكن شكل الجريان اصبح عندي مختلف. تشوفون الشكل امامكم شباب؟ نعم أستاذ. واضح. هذه الدوامات اللي تصير خلف الاسطوانه هي راح تكون عندي مصدر ل او فرق بالضغوط بين امام الاسطوانه وخلف الاسطوانه بوجود دراج. بس حتى تشوفون الفرق بين بوتنشال فلو يكون يظهر الجريان عندي على اليسار، وعلى اليمين عندي الشكل الحقيقي. طبعا هذا الرسم امامكم هو مو شكل حقيقي، انما هذا ايضا هو سيميليشن طرق يعني بالحاسبه وليست يعني واقع حقيقي، ولكن تم تطبيق الفيسكوس فلو كامل لكل المعادلات الانفرس اكويشنز مومنتوم والانرجي اكويشن والكونتينيتي اكويشن. اصبح عندي الفرق بين الحالتين، الليفت بالحالتين بالحالتين راح يطلع عندي ما يطلع عندي ليفت، لكن الفرق بالدراج. تمام استاذ، بس على السلايد اللي قبله مال السي بي ويا الثيتا. نعم تمام، ده يقول انه يعني بالزاويه صفر اللي هي يعني الاسطوانه من الجهه الخلفيه، مو تمام؟ اي نعم، اعلى من السي بي بالاسطوانه من الجهه الاماميه، هو المفروض بالعكس يعني الدراج يصير السي بي بالامام اعلى من السي بي بالخلف؟ لا اذا بالرسم الاعلى باللون الازرق، الخط الازرق قصدك انت، لو الاحمر which one؟ الاحمر يعني بالحقيقه الاحمر اللي هو راح يصير عندك بالحقيقه، اللي هو الرسم اللي على يمين امامك ده يصير تمام. بسبب هو المفروض انه المفروض الضغط من الجهه اليسرى اكبر من الضغط من الجهه اليمنى، مو تمام؟ عكس الشارت. ايه انا ابني السي بي اذا ناخذ الزاويه صفر للخط الاحمر قاعد احكي، اذا عندي الزاويه صفر فقيمه السي بي واحد، يعني البريشر ماكسيمم 180، قيمه السي بي يعني خلف الاسطوانه اذا صار عندي ضغط اقل من امام الاسطوانه. وين نقطه سؤالك حسن؟ مو اعلى، اقل. اوكي تمام، انا افترت عندي الدنيا الاحد. اوكي ماشي اوكي تمام. هذا الرسم ينطبق ويا رسم بالحاله الثانيه هنا، تقدر تشوف. انا خليتكم هذا الرسم حتى يكون واضح بالنسبه لكم. الى حد الاسطوانه، نصف الاسطوانه من اليسار نصف اليسار من الرسم الحاله عندنا، حيكون البريشر ديستريبيوشن مشابه للثيوريتيكال. يعني لما توصل قيمه الفيلوسيتي عند الزاويه 90 يعني بالاعلى، وعند الزاويه 270 يعني بالاسفل بالضبط على الواي اكسس ماكسيمم. اذا تتذكرون من الانترودكشن تو فلايت قلنا لما عندي بالادفرس بريشر جريدينت حتصير عندي انفصال بالجريان تمام وللدوامات، فهذا بالشكل بالضبط اللي يصير عندك هنا. تفضل. اوكي هسه الدنيا رجعت عدلت عندي. هسه بس ارجع على السلايد اللي مو قبله القبله بعد. هسه احنا الثيتا هذا لا اي تمام، الثيتا احسبها من جهه الخلف يعني ايه. يعني عندي الصفحه اللي على اليمين نعم تمام، المفروض هنا ضغط يصير اقل مو صحيح؟ نزل على الرسم الجواب صار
ضغط اعلى من الضغط في تيرمز معين. زي بالعكس بالرسمات. ايه صحيح كلامك صح. اي صح، لا صح ماكو خطر. احنا نحكي على هذا الرسم، اذا تقارن ويا الرسم الحاله الاساسيه اللي اخذناها بالمعادله هذه بنتاخذ الزوايا. كلامك صح، الرسم المفروض يصير بالمقلوب. اي تمام صح 100 100. بس انا تحكي على رسم امامي. اوكي واضح هسه الرسم اللي مرسوم هنا امامك المفروض تكون الزوايا بالعكس. اي تمام 100 100 صح تمام. واضح هذا الاختلاف، او شو حصلنا الفيلوسيتي وشو حصلنا البريشر الفيلوسيتي ديستريبيوشن والبريشر ديستريبيوشن والفرق بين ال والاكسبيرمنتال. تمام استاذ. هسه طبعا عندكم بالسلايدات، ما اعرف السلايدات ينفتح بها اللينك او لا، احد منكم جرب؟ تمام. هسه اللينك انا فتحته في الشاشه ظاهره امامكم، لو لازم اسوي برزنتيشن الى انت مسوي برزنتيشن بس للبي بس او بس للسلايد. تمام بس لحظه خلينا نسوي سكرين. اوكي هسه واضح الرسم امامكم بشكل شاشه كمان تاكم شاشه واضحه. هاي بس انه خل كليك على اللينك. وانس يو كليك بيج ويب ويب بيج هذا الرسم هو مقطعي الى اجزاء اجزاء، وهنا مستخدمين 50 تراينجل. اضغط على المش شكل تشوفون الشكل شباب قدامكم. عندي بالوسط حولها قطع الجريان كله بالكامل، يقدر انه يغطي الجريان بالكامل المثلث. عند الات اكبر بهو اكثر من اسطوانه. مصغر المثلثات كل ما يقترب حتى على دقة أكثر، لأن تغيرات الجريان أسطح تصير تحصل على الدقة تفاصيل أكثر. فنستخدم أو سيلز أو البانلز، كل ما اقترب من جسم نصغر حجمها حتى نحصل على دقه ازيد. ولذلك هو مستخدم 16480. طبعا حاط معادله، وبالتالي راح تكون عنده ماتريكس 16480 158 158 معادله سيمولتينيسلي لازم يحل. برنامج رايح انا رايح على بيدي اكيد، بس حتى هاي اما نعطيكم فكره عن الكومبنتينك. هذه استخدمنا على 16458 خليه حتى نحلها. اذا نحل هذا الشيء على راح نستخدم سيلز مقارنه، فكروا بها. الرسم امامكم اللي اخذناه اللي هو عندي هنا جريان واضح خلف هذه الدوامات.
نتيجة إنه بعد ما يوصل velocity زايد سنة دوايم. هنا الجريان بيصير بانفصال في هذه المنطقة، بيصير بتباعدات، فتصير عندي دوامات، وهذه راح تسبب لي الدوامات، فرق بالضغوط بين اللي هو على اليسار والظهر الاسطوانة اللي هي فيسكوسيتي. اوكي، الشكل الاخير اللي يسموه الفورتستي كونتورز شلون تصير؟ قاعد يصير هاي نتيجة فروق الضغط والدوامات المتولده فورتيسيتي. احنا نشوف انه الرول نمبر هنا قيمته 200، يعني لو سبيد، فيري لو سبيد، رغم ذلك يصير عندي دوامات خلف الاسطوانه، وهي راح تسبب لي خساره بالطاقه، وبالتالي تسبب لي، وبالتالي راح يكون الاسطوانه حتى لكم حتى تشوفون الفرق. هنا طبعا هذا مو اكسبيرمنتال، هذا ايضا ثيوريتيكال، لان حسابات الفيسكوسيتي وماخذين حسابات مو بنفس طريقه البوتنشال فلو اللي احنا قاعد نستخدم ندرسها هسه. اعطتني نتائج للليفت، ولكن كان الفرق قد وين، وهذا كان واحده من المشاكل الرئيسيه اللي بين المهندسين وبين الرياضيين. الرياضيين يقول لهم احنا حالنا صحيح، هم انتو حالكم غلط. 6 دقائق الشباب ونرجع نكمل المحاضرة. اذا عندكم اسئلة بعد ما نرجع من الاستراحة نقدر نناقش اسئلتكم. عندي نون ليفتنج فلو على السيركولر سلندر اللي امامنا. اللي مطلوب من هذا السؤال انه نلقى النقاط 200، عندكم شفنا قيم الثيتا من اليمين الى اليسار او من اليسار الى اليمين، لان هي قيم متناظره. تمام حسن هاني؟ تمام استاذ. غلط، هي قيم زاويه عندها تكون 30 150 210 32، واللي مبينه امامكم بالرسم. هذه النقاط راح تكون قيمة بها على السطح، هذه السيركولار سلندر قيمتها مساوية لقيمة ستاتيك بريشر بالفري ستريم. مثل ما قلنا كمهندسين طيران اللي هم دائما على الأجسام، وقيم البريشر اللي هم عندها راح اطلع انا قيم الليفت والدراج، إضافة إلى أنه شكل الستريم لاينز مثل ما شفنا استخدمنا دبلت ويونيفورم فلو لتمثيل جريان على سيركولر سلندر قيمته مطابقة للواقع. ما شفنا أنه الليفت صفر سواء بالواقع أو بالثيوريتيكا، الفرق كان عندي هو بالدراج فقط، قيمة الدراج بالإكسبرمنتال إلى قيمة نون ليفتنج فلو اوفر سيركولار سلندر يعني باستخدام الدبل او بوتنشال فلو كانت قيمه الدراج صفر. عندي تطبيق هذه الطريقه بين الاكسبيرمنتال وال. اذا ما عندكم اي سؤال نكمل. تمام، قبل ان ندخل الموضوع الثاني امتحان، إذا الله شاء يوم 21 امتحان راح يشمل محاضرات 5 و6 و7 و8، يعني بوتنشال فلو. فأرجو منكم أنه تستغلون هاي فرصتكم، 3 أسابيع حتى عندكم فرصة تكون وعندكم هم منهم مواقف فيكم إياه. التسليم مالته راح يكون اذا الله شاء يوم اسبوعين، فاعطيتكم ايضا مجال تحلون هوم وورك، اسئله من الكتاب المنهجي
حددت لكم اياها سؤالين شويه بها تشالنج. اوكي انه يعني تطور مهاراتكم وتراجعون المواضيع اللي درستوها خلال هاي المحاضرات الاربعه. عندنا بعد محاضرة القادمة إن شاء الله نكمل بعض المواضيع، نأخذ أمثلة، وإذا عندكم أسئلة أيضا همنا نناقشها إن شاء الله. محاضرتنا الثاني راح نأخذ موضوع اللي تركناه بالمحاضرة السابقة. محاضرتنا تشوفون الشاشة قدامكم شباب. هذا استكمال المحاضرة السابقة، تذكرون توقفنا الأسبوع الماضي كملنا راكن أوفل، تركناه قلنا بسبب ضيق الوقت، فاليوم راح نكمله لأنه من خلاله بعد ما راح نكمله حندخل على موضوع الفورتكس فلو على البوتنشال فلو، نرجع نكمل يعني اكو رابط حيكون مرتبطات. قلنا بصورة عامة على الـ fluid element، وقلنا نقصد بالـ fluid element أستاذ تكون يعني نقسم الـ fluid إلى عدة أقسام في streamlines مالتها. أوكي مختار، شو نقصد بالـ fluid element؟ هو جزء من الـ fluid يعني اللي تبع مساره وين يوصلون قاموا على الفلو كامل. اوكي الفلويد اليمنت هو فد اربيتراري شيب جسم لا تعين نختاره من الفلويد هو حنسميه اليمنت. اوكي حتى مثل ما قال زميلكم حتى نقدر ان نتبع التغيرات اللي تصير عليه نقدر نعتبره جدا صغير. اوكي هو بحيث انه بحيث انه ما يكون يحتوي على البروبرتيز مات الماء ما نعرف. اوكي ففلويد المنت مو يعني انه انا اخذت جزيء او جزء من الماء، لانه مثلا عندي هواء فجزيئات الهواء الهواء الموجود عندي هو اساسا ميكستشر اوف غازز ذره او اخذت موليكولز من الغاز اخذت منطقه حيز معين حدد بالفلو سميته element انا اقدر ادرس عليه واشوف التغيرات اللي تصير عليه. هذا fluid element بين نقطتين مع تغير الزمن. واحده من النقاط اللي نتبعها انه هي موضوع تغيرات السرعه اللي تصير عند جريان قاعد تي 1 في الوقت واحد، ونفس الاليمنت اتبعته الى ان وصل تي 2 وراء 3 ثواني وراء 5 ثواني وراء 20 ثانية وراء دقيقتين وتفر، وشفت هذا نفس الحيز اللي حددته أنا أشوف صار عليه من تغيرات. okay. من ناحية السرعة ذكرنا سابقا مفروض أنتم أيضا بالفلويد دارسيها أنواع من الفيلوسيتي أو التغيرات بالموقع والحركة تصير على الفلويد إليمنت. أثير أستاذ الحركة نسمح يا أحمد طيب. أثير نعم التيز والتغيرات ممكن تصير على الفلويد إليمنت ما يخص السرعة والشيب الأنجل أبلاستيز وال و والخطية اللي هي يسموها الترانزيشنال الحركية يعني الانتقالية وبعد الثالثة ما ذكرها الصراحة هذا أثير حسن محمد حسن محمد
حسن محمد والروتيشنال ما شايفه. استاذ علي اجاوب. الترين فيلوسيتي لا لا جريان استاذ الروتيشن عامة على الجريان. يعني هنا انا مو عندي بوتنشال مو بوتنشال، انا عندي جريان كامل بكامل المواصفات، عندي فيسكوسيتي كواليتي كل كامل هنا. اوكي تغير تغير بالشيء اللي ممكن ان يشهد بها هذا الفلويد اليمنت اللي هي الترانزيشنال، وهي الانتقال من نقطه الى نقطه. فاذا كان عندي بدون تغيرات، اذا كان عندي هذا الشيب مالت الجسم نقاط A و B و C اللي هي نقاط، هذه النقطه A تنتقل الى نقطه اخرى بدون ما تغير موقعها، بيصير دوران بحيث تبقى متوازيه. من اخذ خطوط تكون خطوط بي و سي اللي يسموها الترانزيشنال اكس واي زد، بدون ما يكون بها تغير بالزوايا او الى الاسفل او باي اتجاه اخر. الانجلر فيلوسيتيز وهي انه راح تصير عندي، لا راح يكون عندي دوران على المحور بالنسبه للصوره اللي عندي بالرسم اللي عندي رسم بالاسفل. والخط الافقي اي ما شفنا ان الفلود لما انتقل الى اليمين الاي بي والاي مكانه غيرت have rotated through the angular displacement delta theta 1 and delta theta 2. كل واحده منها تغيرت بزاويه معينه عن الشكل الاصلي اللي كان بالحاله الاولى. اوكي okay. consider the line AC. إذا نشوف الشكل الخط AC at point A at time T the velocity is V. Configure point C is a distance DX from point A. المسافة بين C والA DX. المسافة راح تكون عندي بين الA والB هي DY. At time T the vertical component of velocity of point C is given by مثل ما قلنا سابقا الفيلوسيتيز ناخذهن y axis نسميها small v، z axis ال x axis نسميها u small u. احسب ال vertical velocity تغيرات vertical velocity على النقطة c زائدا دلتا by دلتا x في dx. Hence, distance in y direction that A moves حتكون عندي سرعة وعندي زمن، حقدر أطلع المسافة بها النقطة C من الـ time T إلى الـ time T plus delta T أو T2. بالمسافة أيضاً direction بالـ time increment delta T حصل V زائد delta V على delta X delta X delta T. احسب انكريمنتال التغيرات الصغيره اللي تصير بالفلويد اليمنت معادلات السرعه اللي عندي والمسافات اللي يقطعها جسم والزمن. مسافه من ايش يطلع عندي مسافه بس ده احسب حتى اقدر من هاي المسافات احسب قيم الثيتا الزوايا اللي تغيرت المعادلات اللي عندي حتى اطلع قيم
الديستانسز ومن عندها اطلع قيم الثيتا راح تمثل لي الانجولار اللي قاعد شلون ات ذا رايت اوف ذا فيجر تان دلتا ثيتا 2 زاويه ثيتا 2 بالرسم على اليمين دلتا في دلتا اكس في دلتا اكس في دلتا تي هذه ديستانس على الدي اكس اللي هي ايضا ديستانس دلتا في على دلتا اكس في دلتا تي الثيتا 2 دائما عندي فيري سمول انجل اقدر اعبر عنها بالتان اي ثيتا 2 تساوي دلتا ثيتا 2 دلتا ثيتا 2 دلتا في على دلتا اكس في دلتا تي هذا بس مجرد النتيجة. Similarly to that above, the net displacement in the x direction of b نفس العملية راح أطبقها حتى أوجد التغيرات على الزاوية ثيتا 1. عندي اتجاه وال y axis مثل ما تشوفون بالرسم. بالرسم اللي على اليمين حتى تلقون إنه عندي ال y axis. والسرعة اللي باتجاه الـ x-axis لذلك هي دلتا y على دلتا y في دلتا y في دلتا t حتى تعطيني التغير اللي صار واللي راح يتطبق لي على الزاوية ثيتا 1 باتجاه الجسم على الـ x-axis y-axis دلتا ثيتا 1 حتساوي minus دلتا y على دلتا y في دلتا t The angular diversity of fluid element average of the angular velocities of lines A and AB and AC اللي يمر بها الجسم حتكون هي الافرج المعدل لدوران الخطين A B C معدل لهذا الفلويد إليمنت أقدر أقول إنه الأوميجا زد ليش أوميجا زد لأن قلنا الدوران راح يكون عندي حول يا محور حول محور ورا العمودي على الورقة وذلك سميناه زد Let omega z denote this angular velocity. Therefore, by definition, the omega z مع التغير theta 1 مع الزمن theta 2 مع الزمن وإذا أخذنا theta 1 منه عوضناها بالمعادلة راح تصفى عندي الأوميجا z يعني the angular velocity or that تساوي للأفرج دلتا V على دلتا X ناقصا دلتا U على دلتا Y قيمة الـ Angular Velocity لهذا الـ Fluid Element الـ Angular Velocity Vector يعني عندي Angular Velocity حول الـ X Y Angular Velocity حول الـ Z فعندي Omega X Omega Z إذا أكرر نفس العملية اللي فذتها هسه بهذا الرسم على different planes مرة أخذنا XY مرة نأخذ XZ مرة نأخذ YZ مرة أوميجا حول الX والY والZ راح تكون عندي الأوميجا total لأن هي فكتر حتكون المعادلة اللي أمامكم اللي هي النصف W على دلتا Y ناقصا دلتا V على دلتا Z باتجاه الI زائدا دلتا U على دلتا Z ناقصا دلتا W على دلتا X الواي دلتا اكس ناقصا دلتا يو على دلتا واي في باتجاه اللي هي لما نعرف متغير نسميه الفورتيسيتي قيمة الانجولار فيلوسيتي بي من يعرف هذا الرسم شو اللفظ؟ زيتا زيتا بس هو تسمى زي وليس زيتا
الزيتا حيساوي الاثنين اوميجا، يعني ضعف الانجولار فيلوسيتي. اوكي، من هذا راح نشوف انه تاويلي اوف فيلوسيتي اللي هو دلتا كروس برودكت قيمه الفيلوسيتي. المحاضرة السابقة حكينا على موضوع الكيرل وربطنا موضوع الكيرل دائما هو بالانجلر فيلوسيتيز. حيساوي لي المشتقة الدلتا كروس in a velocity field the curl of velocity is equal to the vorticity. يعني إذا أرد أحتسب الأنجلر فورسيتي فيلوسيتي أقدر أحتسب قيمتها من قيمة الفيلوسيتي نفسها، والعكس أيضا صحيح، أقدر أطلع قيمة الفيلوسيتي من قيمة الأنجلر فيلوسيتي. One rotational، إذا كانت قيمة الزيتا لها قيمة as a finite angular velocity، إذا الجريان b angular velocity rotational flow، الجريان ب rotations ب دوامات ب حركة دائرية. اتفضل استاذ. بس استاذ الأوميجا يعني هي اذا استخدمنا الكيرل يعني ما تطلع نفسها القيمة مال الأوميجا؟ تطلع النصف بهيك حالة من المعادلة عندك، حتكون قيمة النصف بس، يعني هي نفس القيمة راح تطلع، تقدر تطلع اي هو تقدر تطلع قيمه الانجلر فيلوسيتي من ال شو اسمه المعادله الامامي اوف فيلوسيتي اللي هي دلتا كروس فيلوسيتي. تمام، ذكر المحاضرات السابقه ايضا ذكرنا انه قلنا دا ربطنا من نشرح موضوع الكيرل والدايفرجنس، صحيح ذكرنا موضوع الكيرل وقلنا الكيرل هو يرتبط دائما يربط الفيلوسيتي بالانجلر فيلوسيتي. الروتيشنال يعني الفلويد اليمنتس هاز هاف نو انجلر فيلوسيتي، الموشن مالته حركته راح تكون بيور ترانزيشنال، ترانزيشن من نقطه الى نقطه بدون عمليه دوران. من جريان مالتنا من اخذنا من درين عرض البوتنشال فلو، واحدة من النقاط اخذناها قلنا الروتيشن فلو الفورتيسيتي حتى نصع الدوامات. ثاني سما السيركوليشن، هنا شوية ركزوا على السيركوليشن لان حيكون مهم، حيكون بداية لمواضيع اخرى مستقبلا ناخذها. الاشتقاق مالت الفورتيسيتي ترى مطلوب من عندكم، هذا المفروض موضوع التوبيل فلويد ماخذي. اوكي، من جت هاي المعادلات شلون ربط بين الفيلوسيتي والانجولار فيلوسيتي. السيركوليشن، السيركوليشن مهم، ركزوا معي. كونسيدر ا كلوز كيرف سي ان فلو فيلد، عندنا فلو جريان هنا بالرسم امامكم على اليمين بالاعلى من اليسار الى اليمين، اخذنا كيرف arbitrary لا التعيين سميناه سي، ولكن خلينا انه هذا السي يبدي بنقطه يعني كيرف مغلق مثل ما بالشكل امامكم. velocity اخذنا عرفناها هي مالت directed segment، اخذنا السيجمنت من هذا الخط سميناه دي اس، والفي هي الفيلوسيتي اللي على هذا السيجمنت. اس بي فيلوسيتي اند دايركتد لاين سيجمنت ريسبكتيفلي ات ا بوينت اون سي، اخذنا نقطه على سي سيجمنت سميناها دي اس جزء صغير، والفيلوسيتي على هذا السيجمنت سميناه سيركوليشن اللي هو كابيتال جاما denoted by capital gamma is defined as الجريان او الدوران سميه كلوز تكامل على هذا الكيرف سي v dot ds in
is given by equation to account for the positive counterclockwise sense of the integral and the positive clockwise sense of circulation. وبين aerodynamic ناخذ دائما اتجاه السيركوليشن يكون بوزيتيف من يكون اوكي. هذا التكامل اخذناه بالعكس, اخذناه من اليمين الى اليسار صار كاونتر كلوك وايز, وذلك التكامل وصفناه ب السالبة. السيركوليشن also related to vorticity, يرتبط بالvorticity. vorticity قبل شوي عرفناها. نشوف assume that the surface, عندنا surface باللون الأزرق أمامكم and the velocity at point P is V. نفس هذه النقطة لكن أخذناها من زاوية ثانية, الـ velocity عليها تكون قيمتها V وسميناها هي DS. هذه أخذناها على أي مكان من هذا الكيرف. عندنا ستوكس ثيورم الكلوزد لاين انتجرالز او لاين انتجرالز اقدر اعبر عنها بالسيرفس انتجرالز. من الرياضيات اخذتها بالرياضيات لو لا؟ لا صدق ما اخذيها بالرياضيات؟ هيك بس سامعين يمكن بس ما اخذيها ولا ما متاكد 100%. اوكي هي نظريه رياضيه تربط لكم اللاين انتجرال خصوصا اذا يكون كلوزد, يعني التكامل ده يبدي من نقطه ده ينتهي بها على كيرف كلوزد مثل سيركل او اربيتراري شيب. اوكي بس اهم شيء يكون كلوزد, ولذلك احنا بالتكامل يعني كلوزد. بتشوفون هاي الدائره اللي على التكامل معناها كلوزد انتجرال, يعني بديت بنقطه وانتهيت نفس النقطه. اقدر اعبر عنه من خلال استخدام ستوكس ثيورم روح ستوكس ثيورم بالرياضيات, والافضل ترجعون على الكتاب المنهجي نفسه مالت اندرسون بارت 2 بمراجعه لستوكس ثيورم, يعطيك شنو الربط بين اللاين انتجرال والسيرفس انتجرال. هذا تشوفون اس هذا السيرفس انتجرال, يعني حولت التكامل من الكيرف سي على تكامل دبل تكامل. ليش دبل تكامل؟ ده كامل من الصفر whatever على x axis, والتكامل الثاني من الصفر الى whatever اي قيمه على ال y axis حتى يكون عندي دبل تكامل, يعني تكامل سطحي سطح. معادلة تربط التكامل السطحي الدبل انتجرال ويا تريبل انتجرال ويا الفوليوم الستوكس ثيورم. هذا المفروض ماخذيها بالرياضيات جزء انه فاتكم احتمال بسبب التاخيرات اللي صارت السنه الماضيه او تمر. اوكي بس رجاء تراجعوا هالماده وعملية تربط بيها. اوكي فالسيركوليشن اقدر اعبر عنه بهذه الحاله عرفناه سابقا, هو تكامل closed surface v dot s الى تكامل على سطح باستخدام ستوكس ثيورم رياضيات pure mathematics اسمقل اشارة نفسها double integral على surface. surface امامكم اللي هو اللون السمائي يتحول ال v dot ds الى ال curl of velocity او في الفي, يعني دلتا كروس دوت دي اس. وسابقا عرفنا دلتا كروس في هي ايش تساوي؟ الكيرل velocity اللي هي تساوي ضعف الانجلر velocity. اوكي فالدلتا كروس في حتساوي لي ال, فهنا ربطت بين الفيلوسيتي فيلد بين السيركوليشن والفيلوسيتي باستخدام الستوكس شكل السطح امامي. ايضا الكونفنشن مالت البوزيتيف والنيجاتيف جاما سيركوليشن واضحه بالرسم امامكم. تشوفون الرسم اللي باللون السمائي اكو ماينس دي جاما
إذا تلاحظون السهم صاير counter clockwise. Circulation تكون قيمته positive clockwise. كانت counter clockwise. Okay. هذا ربطت بين ال velocity, circulation, vorticity. Hence the circulation about a curve C to the vorticity any open surface C. إذن أقدر أعبر عن circulation ال velocity along line هذا curve أقدر أعبر عن circulation بتكامل الفورتيسيتي على هذا السطح اللي باللون السمائي اللي هو محدد بنفس الكيرف. إذا كان عندي فيلوسيتي أقدر أطلع قيمة السيركوليشن، فورتيسيتي أقدر أطلع قيمة السيركوليشن. إضافة أن السيركوليشن الدوران اللي بيصير هو مرتبط مباشرة بالفيلوسيتي أو الفورتيسيتي اللي بالفلو. شو اسوي بالسيركوليشن؟ شو على السيركوليشن؟ السيركوليشن واحد من التيرمز اللي استخدموها الرياضيين حتى يحلون ليفتنج بروبلمز او عمليات الرفع على الاجسام المختلفه، من ضمنها ويلز مثل ما راح نشاهد بعد كمل هذه السلايدات. كيرف سي، هسه راح نقول انه هذا الكيرف سي اذا اصبح كلش صغير، بدينا نقترب هذا الجسم، هذا السطح سي الكيرف سي عفوا، نقربه من الصفر صغرا 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 صغرا، شركت انفينيت سمول سايز. اذا قلنا انه هذا السيركوليشن حول هذا الكيرف سي رمزنا له دي جاما، إنه ليميت لأنه هذا الكيرف سي قاعد يقترب من الصفر، ده يظهر شوي 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 شوي، ده نشوف قيمة صفر، راح نحصل على then in the limit as c becomes infinitely small yields هتساوي لي minus curl of v yes. وهذا نعبر عن ال ds هنا اللي هو قلنا عبارة عن Directed segment، أقدر أعبر عنه بال N D S، وال D S capital هنا اللي صار بكتابة مايلة قيمة pure، أي قيمة عندي سطح بدون متجه. ال N راح يكون هو المتجه العمودي على هذا السطح اللي قاعد أخذ به المعادلات. أصرف المعادلة حتكون عندي دلتا أو curl of v تساوي لي minus d gamma على d ds. هنا أنا أصبحت قيمة بدون the infinitely small curve c. شكل هذه المعادلة إيش تقول؟ إنه at point p عندي نقطة بالجريان، the component of vorticity normal to ds، vorticity لأن curl of v هو شنو؟ هو vorticity، ساوي القيمة السالبة للدوران area. رياضية حتى أقدر أستخدمها بتطبيق. أكو سؤال؟ واضحة؟ بس بالنسبة اسمه يعني متجهات، أي أقدر بس تخلي فوق
الشكل حتى تميز هنا لون بو تمام استاذ. هسه خلصنا موضوع الفورتيسيتي والسيركيليشن والانجلر فيلوسيتي. لو نكمل استراحة أحسن. استراحة ماشي 10 دقائق ونرجع نكمل المحاضرة. تمام. قبل أن نكمل المحاضرة خلينا ناخذ الغياب. أحمد عادل آثار حكيم كده محمد نعم سلام مختار نعم سلام حسن محمد حسن أقوي المحاضرة دائما قبل شوي أكثر ما سألتك مش موجود نعم أستاذ حسين ثامر نعم أستاذ زينب آيات عبد الرحمن علي نبيل نعم استاذ محمد سرمد محمد لؤي نعم استاذ مصطفى اسامه نعم استاذ صباها نعم استاذ صباح كمال نعم استاذ متصل لطيف استاذ تمام ماكو مشكله عشان مرة ثانية أحب أكد على موضوع الحضور ترى إحنا نسلم الغيابات أول بأول. سجل الحضور؟ وين كنت محمد سرمز؟ والله أستاذ تجي تاخذ الرأس 10 دقائق نزلت جوال على 7 عصير. 6 دقائق صار هالشيء. المحرك بالعصير. أنا كتب رسالة بس المايك يمكن ما يشتغل. المايك ما أدري يشتغل عند عبد الرحمن عفوا إيه انتبه تعرف شنو. يشتغل. ماشي. عبد الرحمن اذا تسمعني بس اوكي هالمره بس رجاء المحاضرات القادمه تلقى حل الموضوع المايك مالتك تقدر تستخدم حتى السبيكر الخارجيه مال التليفون او السبيكر الخارجيه مال اللابتوب او السبيكر الخارجيه مال اللي عندك مو شرط يكون عندك مايكروفون هيدفون او غيرها اوكي هسمعك بيها المحاضرات الجايه رجاء يصيح اسمي جاوب تمام برزنتيشن تمام شباب تشوفوها وعلى حسب أو شيء لا تمام ما في شيء تمام الناس بس انه بدي احاول يعني بقيت هاي الطريقه اني اسوي برزنتيشن بس انه شلون اشغل البوينتر عليها ما اعرف صراحه اكيد البوينتر راح يفيدكم اكثر اثناء الشرح اي واحد
عمكم شباب اذا يفهم موضوع المفعل انا احاول ادور ما لقيت حل، اذا واحد منكم يقدر يلقى حل يقدر يساعدني في الموضوع يعطيني خبر. كمل محاضرتنا شباب. اعتقد استاذ من الباوربوينت نفسي تطلع هاي ما يفتح مننا احاول بهالطريقه انه اسوي برزنتيشن اون انديفيدوال ويندو، ما تكون عندي الاوبشنات مالت البين اكو بي بين ممكن اشاركم عليه او البوينتر ما يكون شغال ما اعرف ليش، حاولت اشغله ما اشتغل، دورت بالانترنت هم ما لقيت. اذا واحد منكم لقى حل يقدر يعطيني. استاذ مبين والماوس المؤشر والماوس يعني عادي. المؤشر مبين اوكي ممتاز بس البوينتر يكون اكثر وضوح. عموما جيد، ما عندي المؤشر مبين كل زين جيد. هسه رجع على المحاضره مالت اليوم لنستكمل. اخذنا قبل شويه مثال بسيط بس طلعنا قيمه البريشر، شفنا شلون نقدر نستخدم المعادلات البريشر ديستريبيوشن على النون ليفتنج كيس للسيركلر سلندر وطلعنا البريشر من عندها. هسه راح نستكمل موضوع الفورتكس فلو. مثل ما شفنا الموضوع اللي المفروض كان المحاضره السابقه شرحناه ب ما يسمى بالفورتيسيتي اللي هي وعلاقتها بالفيلوسيتي فيكتورز بالفيلوسيتي فيلد اصلا اللي موجود عندي. قلنا الفورتيسيتي هي اوف فيلوسيتي والسيركوليشن هو من خلال التكامل على كلوزد لاين. لما يكون عندي كيرف مغلق في الجريان اقدر احصل على قيمه السيركوليشن وهو مساوي لقيمة السيركوليشن أيضا لما يكون عندي قيمة الكيرل مأخوذة على سطح محدد ومغلق بهذا الكيرف المغلق. ليش السيركوليشن مهمة؟ أم الدبلت فورم فلو قدرنا أن نحصل على نون ليفت حالة عدم رفع عندي تناظر بالجريان حصل البريشر ديستريبيوشن على النون ليفتنج كيس للسيركولار سلندر في جايه. الان هذا كل الدراسه قاعده ندرسها نريد احنا نعرف وندرس الرفع فولز على اجسام مختلفه فنريد ليفتنج كيس تي انجلر فيلوسيتي والفورتكس نتيجتهم الفورتكس هي اللي راح تساعدنا على انه نتعامل ويا ليفتنج كيسز على arbitrary bodies. الاشتقاق اخذنا اصل الفورتيسيتي منين وعلاقتها بالفيلوسيتي واخذنا علاقتها بالسيركوليشن والسيركوليشن هو راح نستخدمه بالبوتنشال فلو ثيوري لايجاد قيمه الرفع على الاجسام. تخيلوا عندنا جريان بالرسم امامكم. الجريان تكون عبارة عن concentric circles دوائر. احنا مو من البداية فرضنا انه اذا كان عندنا potential flow rotational اي نعم زين ليش نفرض انه vorticities اذا ما بي rotational؟ انا بالمعادلات مالتك من تاخذها اوكي vortex flow الvortex flow روتيشنال قيمة المشتقة للكير اوف فيلوسيتي على هذا النوع من الجريان راح تشوف انه قيمته صفر. قيمته صفر يعني الفورتيسيتي عندي قيمتها الصفر يعني الانجلر فيلوسيتي صفر. تمام فلو هسه راح نشوف احسن سؤالك كل تمام استاذ استاذ كل سؤال جيد يتصير نفرض انه هو الفلو مالتنا هو نفسيته فورتكس يعني جاي نحلل الفلو مال فورتكس ما جاي نحلل فلو ترانزليشنال وبي فورتكس مو ستاتيك. هنا راح يصير الترانزيشن او الترانزليشنال راح يكون على نفس الستريم لاينز بس الستريم لاينز صايره سيركلز بحيث بالفورتيسيتي شو يصير عندي؟ قال للجزيئه من ستريم لاين الى ستريم لاين. بهذه الحالة ما كنت انتقال ما عندي انتقال من ستريم الى ستريم لاين. ستريم لاينز كونسنتريك موازي واحد للاخر. تمام استاذ من اخذ على اي من ذن الستريم لاينز؟
اخذ قيمه الدلتا الكيرل اوف في كان اي منطقه من هذا الفلو، اخذ اربيتراري سيرفيس اربيتراري كيرف عفوا الفورتستي حوله، حشوف انه الكيرل اوف فيلوسيتي تساوي قيمته الصفر. الروتيشنال فلو سؤال كلش مناسب، شكرا احمد سؤال ممتاز. الفلو راح نشوف انه نتوصل انه الكيرل هو قيمته صفر. Consider a flow where all the streamlines are concentric circles about a given point as sketched in the surface in the figure. بالشكل عندي عندي origin هي concentric circles، كل واحدة من العدد تمثل لي streamline او المولكولز او الالمنتس او فلويد قاعد تدور عليه بدون ما تنتقل من نقطة الى اخرى. عندي باتجاه ال R قيمة الفيلوسيتي صفر، أي من هاي النقاط بالجريان قيمته صفر، ما عندي راديال فلو. قيمة ال V ثيتا راح تكون بهيك حالة موجودة، قيمة ال V R صفر. ال V ثيتا حتكون مرتبطة بالبعد عن مركز R أو الأوريجن، كل ما تبتعد عن الأوريجن قيمة ال V ثيتا تتغير عندي، معناتها عكسي مع البعد عن المركز، كل ما ابتعد كل ما قيمه الفي ثيتا عندي تقل، كل ما اقترب كل ما قيمه الفي ثيتا عندي تزيد. Along any given circular streamline be constant but let it vary from one streamline to another axion with distance from the common center المركز المشترك اللي هو الاوريجن. Called a vortex flow هو vortex تصير لكن الستريم لاينز مالتي كلها متوازيه وتدور كلها حول واحد اللي هي الاو عندي بالرسم. بلاستيك كومبوننت مثل ما قلنا راديو تانجنشال ال في ار قيمتها صفر، قلنا ما عندي اي جريان باتجاه الراديال. قيمه الفي ثيتا تتغير بقيمه كونستانت وات ايفر كونستانت لانه انفرسلي R يعني constant على R، V ثيتا تساوي C على R. لاحظ vortex flow is a physically possible incompressible flow that is V تساوي صفر at every point. ما نصير عندي انضغاطية B وممكن هذه الحالة ممكن أقول إنه هذا incompressible flow اللي هي مهمة واللي ذكرناها قبل شوية. Vortex flow is irrotational vorticity يعني that is the curl of velocity تساوي قيمته صفر at every point at the origin عدا النقطة المركزية، كل الجريان هنا عندي صفر. ستريم لاينز ماذا تتقاطع element على ستريم لاين ده يبقى على ستريم لاين، ماذا ينتقل من ستريم لاين الى ستريم لاين اخر. على الفيلوسيتي حتكون ترانزيشنال ستريم لاينز. عارف قلنا الفي ثيتا هي تساوي كونستانت على ار سي على ار سي جت قيمته ما نعرف. To evaluate the constant c take the circulation around a given circular streamline of a radius r. اخذنا منطقه streamline عن المركز r. طيب ما هي السيركوليشن؟ قلنا هو اذا اخذنا كيرف اخذنا التكامل للفيلوسيتي دوت دي اس هو راح يسوي لي السيركوليشن. فالسيركوليشن حسب التعريف هو ماينس تكامل كلوزد على الكيرف سي اللي هسه عرفناه في دوت دي اس حيساوي لي ماينس في ثيتا، هذا من التعريف مالته ومن قيم متعوض بقيم التكامل اللي موجود عندي. من هذه صيغه التكامل
من قلنا جاما حتساوي لي ماينس 2 باي. حقدر اطلع الفي ثيتا مع علاقتها مع الار حتساوي في ثيتا تساوي ماينس جاما على 2 باي ار. معادلة 35 المعادلة السابقة اللي هي من التعريف من ديفينيشن عرف انه سي الكونستنت هو الماينس جاما على 2 باي. هعرفها كسترنث اوف فورتكس فلو. السورس والسينك عرفنا سترنث لمدا, وبالدبلت عرفنا سترنث اوف دبلت سميناها كابا. بالفورتكس فلو عندنا اين نعرف كونستنت او يمثل لي سترنث جاما واللي هو حيمثل لي قوة ال, هذا مشابه للكل وللكابا اللي اخذناها بالمواضيع السابقة. برأيكم شنو راح تكون وحداتها؟ نعرف وحدات ثابت. شنو كانت وحدات الستورس والسترانت اللمدة؟ سكند. فالكابا ايضا لو تشوفون وحدات مالتها حتطلع متر مربع على السكند, حتكون وحداتها متر مربع على السكند. اوكي رجع على المحاضرات السابقة, طلعنا قيمة اللمدة وقلنا انه وحدات اللمدة سورس او السينك هي وحداتها متر مربع على السكند من خلال التعريف كانت من خلال الاشتقاق. فتطبق هذا الكلام حتشوف ان وحداتها متر مربع على السكند, واذا تجي هسه على القيمة تطبق الوحدات الموجودة عندك حتكون وحداتها هي متر مربع على السكند. نكمل. هسه احنا لقينا السرعة في ار قلنا صفر, في تي طلعناها بدلالة الجاما اللي هي تمثل لي strength of the vortex flow. في معادلة 35 في تي تساوي minus gamma على 2 pi r. من نجي هنا على نريد نطلع potential velocity potential المعادلة مالته function المعادلة مالته مثل ما سوينا بالطرق السابقة والسينك من حليناها او باليونيفورم فلو. اكامل عفوا اكامل السرعة حتى احصل الفلوستي بوتنشال سترين فانكشن من خلال تكامل السرعة. فعندي من التعريف الدي فاي ار تساوي صفر والفي ثيتا تساوي واحد على ار دي فاي على دي ثيتا وتساوي لي 30. عوضناها هنا اكامل المعادلتين واقارن بيناتهم اسوي كومباريشن بين المعادلتين للكونستانت للقيمه فاقدر اقول انتجريتنج ذا بف ويجز وي فايند حتطلع اي اللي هي الفيلوسيتي بوتنشال تساوي ماينس 2 باي ثيتا هي المعادله رقم 36. بنفس الطريقة راح اروح على تعريف الـ VR والـ VTT. نفس العملية راح اكامل مرة للـ R ومرة للـ Theta. هطلع عندي معادلتين اقارن بين المعادلتين. الـ Constant ما هيأثر لي على القيمة. هطلع عندي قيمة الـ Psi اللي هي Stream Function. حتساوي ساي تساوي جاما على 2 باي في اللين ار الناتشرال لوغاريتم لين على رقم 37. برسمكم على اليسار ادي باللون الازرق هي ستريم لاينز داش الخطوط هي ال بوتنشال. واحدة من الأشياء اللي ممكن نشوف الفورتكس بها واضحة هي بالوينج تيب فورتيسيز مثل ما تشوفون بالانيميشن أمامكم.
مالته شلون دي يصير؟ يعني دي يصير بالتبس بالوينج تبس ل بي فورتكس. تمامكم تشوفوا شباب؟ واضح السؤال؟ نعم استاذ واضح. تشوفون مستقبل مرة راح نكمل الدراسة ناخذ مواضيع بعد اكثر على تعريف الفورتكس. ان دائما عند تكون الفورتكس حول بالفلو لازم تكون عندي قيمتها ثابته. واحدة من النقاط من تفسير الفيزيائي يكون عندي فورتكس وحده على جناح واحد بس تو فورتيسز، ومهما يكون الجريان راح يكون عندي. اذا هذا الجريان امامكم وبعد مرور الطائرة لازم قيمة الفورتكس تكون تبقى به ثابتة. قبل تمر الطائرة بهذا الجريان فورتكس الزيرو أحسن ثابت ما كان أكو ديستربنس تيار لكو أبدا، فقيمة الفورتكس صفر. طائرة وصارت ضمن الدوامات، ايش قد قيمة الفورتكس بالجريان ككل؟ صد على ما يمكن حتكون صفر ايضا. تاخذ مجموعها الكلي حتطلع صفر. تكونت عندك تو فورتيسيز مقدار ومتعاكسات في الاتجاه. من تاخذ التوتال لهذا الجريان حتبقى قيمة الفورتكس صفر. يعني قصدك الاثنين الفورتكس يعني هذا الجريان ككل، هذا المستطيل اللي امامك اللي بيه الرسم او كذا في الصوره. اوكي قيمه الفورتكس الصوره اللي امامك قيمتها صفر، لازم تبقى قيمتها صفر الكليه. متساويات بالمقدار ومتعاكسات بالاتجاه. طلع قيمتين صفر أساسي يعني ثابتة. إذا كان عندك الجريان طبعاً incompressible. هذه معلومة خلوها ببالكم مستقبلا راح نستخدمها. هذا أيضاً خلفكم هذا الانيميشن حتى تشوفون إنه الvortex ماشي. بالمحاضرة القادمة إن شاء الله نلفت على lifting case وشو راح نقدر نستفاد من الفورتكس قيمة الرفع على الليفتنج كيسز. هلا قوم بحل واحد من الأسئلة الموجودة اوكي بالشيت، راح بساعة 11 راح يفتح لكم الامتحان وراح يفتح لكم الهوم وورك بمجموعة أسئلة اعطيتكم اياها. اسبوع عندكم مدة، الاسبوع القادم نقدر نتناقش فيها امامكم. خلوا دائما امامكم فلوز اللي درسناها، رجاء نفرقوا بين شيء اسمه elementary flow وبين combination. هي عندي uniform flow والsource هو source والsink نفسه بس الإشارة تكون سالب أو موجب. flow اللي هي واحد درسناه، وعندنا doublet flow اللي هو عبارة عن جمع الsource والsink في نقطة واحدة. هذه هي elementary flows. عندكم velocities معطات بالعمود الثاني اوكي، فاي الفيلوستي بوتنشال المعادله معطات، وعندكم ستريم لاين فانكشن معادله معطات لالمنتري فلوز الفور المنتري فلوز. نفس هاي المعادلات نفسكم تكتبوها بالكارتيزيان كوردينيت ماشي، لان مرات راح تحتاج ان تستخدم كارتيزيان أن تستخدم البولار كوردينيتس. فحتى لا تصير عندك مشكلة أو تكون عندك أنت أساسا متهيئ نفسك، أخذوه وأنتوا يمكم أنتوا نفسكم سووا المعادلات نفس هاي المعادلات تيزيا. تمام شباب؟ تمام. عندكم أي سؤال؟ موضوع الفورتكس شوي إذا ترجعون معي مرة ثانية تراجعوا راح تشوفون هو
هو ايضا elementary flow. عندي جريان أزية streamlines بدأت تقاطع فهو possible flow. ما عندي vorticity لأنه المدرسة عندي تقاطع وانتقاء حركة angular velocities بانتقال الجزيئات من line إلى line من streamline إلى streamline وما يصير بها دوران إنما تمشي بصورة transitional along the streamlines. هم عندنا مستقبلا راح ناخذ other theorems تعتمد على موضوع الكونستنت فورتكس تكم اياها بمثال على الرسم امامكم على الرسام التوضيحي للطائره والوينج اللي تتولد بها نتيجه حركتها خلال الهواء. اذا ما عندكم اي سؤال شباب وان شاء الله نلتقيكم الاسبوع القادم. مشكور شباب. بس المختار من دون زحمة عليك بس تبقى وياي. لا مستر بس بقيت وياي بقية الطلاب يقولون تنصرفون رجعان.